مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون يوم الثلاثاء 25 ايار مايو؟ اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج العقرب لليوم الثاني على التوالي، واليوم الاجواء بعدها حلوه للابراج المائيه، مواليد برج العقرب، مواليد برج السرطان، مواليد برج الحوت، كذلك مواليد برج العذراء ومواليد برج الجدي. لكن بكره الجو رح بيكون مختلف كليا. فيلي بعد ما سمع ابراجه للاسبوع بنصحه نصيحه حلوه انه يسمع ابراجه للاسبوع الاخير من شهر ايار مايو، لانه اول شيء هو الاسبوع الاخير من الشهر، كيف بدنا ننهي الشهر، كيف بدنا نختم الشهر. ثانيا لانه هو الجزء الثاني مختلف عن الجزء الاول من شهر ايار. عاكل بلاقوا الرابط لكل برج تحت بعلبة الصندوق الوصف. البداية مع برج الحمل، مواليد برج الحمل اذا بتطول بالك شوي على بعض الامور الصعبة المستعصية رح بتلاقي لها حل في اليومين المقبلين تحت تأثير الفول مون. اليوم النهار بيطلب من مواليد برج الحمل يكون في متابعة لامورهم، لكن متابعة دقيقة مش كيف ما كان. يا اما انتو بتتابعوا الامور بدقة، يا اما بتسلموا على شخص بيعرف، لكن شخص اختصاصي وشخص انتو بتآمنوا فيه وبتصدقوه وبتأمنوا له. الجو اليوم جيد لكنه نشيط كتير وفي حركة قوية. بالنسبة لبرج الثور، لأنه بس القمر معكسكن بتحسوا في بعض الأمور يلي ما كتير على ذوقكن، يلي بتحسوا أنه زعجتكن، يلي بتحسوا أنه ما لازم تصير، يلي بتحسوا أنه ليش عم بتصير هيك، ليش فلان زعلكن اليوم، ليش عصب عليكن، يمكن يجوا دغري يعتذروا منكن لأنه الجو منه مكهرب كتير، فقط في بعض الشرارات اللي بتطلع فيها تكون انتو بسببكن انتو شوي معصبين والناس بتحس بتعصيبكن، او يمكن انتو عم تجذبوا بعض التوترات، فكونوا هادين خاصة 2 و3 ايار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. اليوم مواليد برج الجوزاء الجو عندهم اليوم انا بعتبره كتير ناشط، يعني في الكثير من الواجبات، في الكثير من المتطلبات، في الكثير من الاهتمامات، في كثير من الأمور يلي بينطلب من مواليد برج الجوزاء يكونوا عم بيتابعوها. ونصيحة أنه تتابع وتخلص قبل ما يوصل يوم الأربعاء والخميس، قبل ما يوصل القمر المكتمل في برج القوس. لحقوا حالكم مواليد برج الجوزاء، نهاركم طويل لكن هنالك تركيز على بعض النقاط المهمة الصحية أو حتى المهنية. تابعوها، ما تتركوها لبكرة أو بعد بكرة إذا اليوم تنحل. الأكثر حظا 3-4، أيضا مواليد 11-12-13 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. مع تأثيرات القمر من برج العقرب هنالك أمور كتير حلوة عم بترافقكم مواليد برج السرطان. احتمال يكون في حلحلات لمواليد برج السرطان، احتمال يكون في راحة عند مواليد برج السرطان، احتمال يكون في انفراج عند مواليد برج السرطان. الأجواء اليوم بعتبرها إيجابية متقدمة حلوة، وتسمح لمواليد برج السرطان أنهم يحققوا تقدم وتغيير وانفراج، ويمكن حتى بعض الإنجاز يلي صار له تقريبا حوالي 10 أيام، يمكن مأخر أوكي، أو على نار خفيفة، فاليوم يوجد بعض الإنجازات. لكن يلي بيكون من مواليد 11-12-13 تموز يوليو كونوا حذرين. كمل مع برج الأسد. مواليد برج الأسد شو ما صار اليوم بدك تنسى، بدك تطنش، لأنه الأمور رح بتصير حلوة في الأيام المقبلة، خاصة اليومين المقبلين. فما بتحرص أنه اليوم تنرفز وتعصب، خاصة على أحبائك، خاصة على الناس القريبة منك، خاصة على الناس اللي يمكن انتو بتعتبروا انه انتو بتحبوها، ولكن يمكن خيبلكن املكن. اليوم كن طولوا بالكن هالامور هيدي، بدكن تطنشوا، تفوت من هون تطلع من هون، ما تعلقوا عليها اهمية بتاتا. بكرة رح بتشوفوا انه كلامي منيح، ورح تقولوا الحمد لله منيح انه ما استعجلتوا، بالعكس طولتوا بالكم. كونوا حذرين 5-6-7 اب اغسطس. بنتقل لبرج العذراء. مواليد برج العذراء نهاركم كتير حلو لانه بيثبت حضوركم ووجودكم. نوعية الوقت بعتبرها حلوة، نوعية الوقت بالنسبة لكم مناسبة، نوعية الوقت هي بتسرع الافكار والخواطر، وسرعة البديهة كمان بتكون ملموسة. هالأمور بتلاحظوها أحيانا إذا عندكم شغل يدوي، شغل حسابات،
شغل بده تفكير، بده ملاحظة، بتلاحظوها لأنكم عم تلقطوا الأمور بسرعة. جربوا تنتبهوا وشوفوا وراقبوا. إذا لقيتوا أنه فعلا أنتم ماشيين بهالموجة الحلوة، فيكن تجربوا وتستغلوا الوقت، نوعية الوقت الممتازة. 23 24 آب أغسطس، 4 5 سبتمبر الأكثر حظا. بنتقل لبش الميزان، مواليد بش الميزان اليوم، مواليد بش الميزان بعد عندهم القوة وبعد عندهم القدرة لحتى يثبتوا انه هن اقوياء وهن مناسبين لأي موقع ولأي مسألة. مواليد بش الميزان، الجو اليوم بيطلب منكم انكم تكونوا واعيين على بادجت معينة، هالبادجت للشغل، بادجت لإلكن، بتفكروا بتقييم الأمور، بتفكروا بترتيب ترتيبات معينة، ليبلينج، هاي هون هاي هون هاي هون، هاي الأولى هاي الثانية هاي الثالثة، هاي ربحت هاي خسرت هاي دي منيحة. يمكن تكون علاقات، يمكن تكون درس هومورك دفورات عندكم، يمكن تكون قصص فعلا بالشغل، يمكن تكون اشياء اكاديمية ايضا. نهار يمكن يحملكم بعض الانفراجات، هيدي القصة جاية من الشمس الموجودة ببرج الجوزاء، ولانه فينوس موجود عم بيساعدكم من برج الجوزاء، في حلول حلوة مرتقبة محتملة عند 12 13 14 أكتوبر. زحل يرسل تأثيرات ممتازة ل 6 و 7 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب، مواليد برج العقرب القمر موجود ببرجكم، فرصة ذهبية لمواليد برج العقرب لحتى يقرروا على شيء، تقعدوا تفكروا. نوعية الوقت حلوة، نوعية الوقت بتقول انه لما القمر يكون ببرجنا معناتها انه صارت امور واضحة أكثر من غير وقت، أو على الأقل في بعض القصص يلي بتسمح لكم إنكم تشتغلوا فيها، تشتغلوا عليها بطاقة أكثر، بطاقة ديناميكية أكثر، بطاقة إفشنت أكثر، فعالة أكثر. فمواليد برج العقرب اليوم نهار حلو، وكأنه في عندكم ضوء أخضر لحتى تشوفوا الأمور مثل ما هي، ولحتى إذا كنتوا مستحيين أو خايفين أو نقزانين تكون عندكم شوية جرأة لحتى تواجهوا حالكم بينكم وبين حالكم، تحكوا مع حالكم وتقرروا وتحكوا وتطلعوا ببعض النتائج. 23 24 25 أكتوبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس اليوم، مواليد برج القوس لازم تعرفوا أنه اليوم هو كنوعية وقت كأحوال فلكية من الأيام الأقل حظا. هلا ما معناتها انه الناس ما راح يطلع لها فرصه، بلا بيطلع لكم فرصه، لكن نوعيه الوقت شوي منا كتير ممتازه، وبالتالي لازم انتم تشتغلوا على هذا الموضوع، انتم لازم تفتحوا عينيكم ودينيكم، انتم لازم تمشوا بشغلكم بعملكم، لكن خلوا عينيكم ودينيكم مفتوحين لحتى انتم تقدروا تتخطوا نوعيه الوقت الموجوده. في كتير ناس بيقدروا يتخطوها، في كتير ناس بينتبهوا، بدكم تكونوا منتبهين وواعيين لحتى ما توقعوا بفخ يلي هو يمكن تأخير، يمكن عقبات، يمكن زهق، يمكن ضجر، تحسوا حالكم انه مش عم بيطلع بايدكم شغل. فمواليد برج القوس اليوم نهار يمكن ما يكون هالقد مهم لكم، او يمكن يأخر بعض الامور، فكونوا منتبهين، لكن الاربعاء رح بيكون رائع. بنتقل لبرج الجدي اليوم، مولود برج الجدي يوم جيد مناسب لمواليد برج الجدي لحتى يكونوا اوعى على حالهم، خاصة من ناحية تبادل معطيات أو تفاهم معين أو تقدم أو اهتمامات معينة. فمواليد برج الجدي اليوم بعتبر نهاركم، بعتبره بيدبر الأمور وبيسهل الأمور، وذلك من خلال شخص أو من خلال شخص بتعرفوه، بتعرفوا عنه. يمكن انتوا بتروحوا على مكان معين، على مكتبة معينة، هالشخص الموجود هونيك رح بيكون كتير متساهل معكم ومتعاون معكم. نفس الشيء بغير مطرح، فهنالك تعاون معكم وين ما رحتوا، استفيدوا من هذه الفرصة وما تأجلوا للأربعاء والخميس. بكمل مع برج الدلو، مواليد برج الدلو اليوم، وحتى ولو القمر عم بيشكل مربع مع برجكم، احتمال انه تكونوا انتوا من اقوى الاقوياء واكثر المنافسين شدة، فخصمكم أو منافسكم على الأرجح هو الخايف منكم مش أنتم، فحاولوا تكونوا واعيين وجاهزين وحاضرين لحتى يكون شغلكم مظبوط، ما تروحوا ارتجالي. الاعتباطية اليوم ما بتخدم مصلحتكم بتاتا، خاصة عند 2 و 3 و 4 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت، مواليد برج الحوت اليوم
نهار لمواليد برج الحوت بعتبره حلو كتير، بعتبر نهاره لمولود برج الحوت ممتاز، لأنه بيقدم له على طبق من فضة ممكن تسهيلات وتيسير معين. نهاركم منه مشربك، نهاركم منه مشربك، حتى لو حسيتوا انه مشربك ومنه مشربك جربوا وشوفوا انه الامور بتنحل. نوعية الوقت حلوة اليوم، بكرة ما فيني اضمن لكم اياها بتاتا، رجاء اسمعوا الابراج الاسبوعية. فمواليد برج الحوت تحركوا، حظكم اليوم كتير كتير منيح نسبيا، عم بحكي عن نوعية الوقت. 2021 شباط فبراير الاكثر حظا. بختم مع مولود اليوم، بقول له مولود اليوم سنة ترتيبات مهمة، ان كان للشغل من الناحية المهنية احترافيا، شوفي عندكم تطلعات، شوفي عندكم انجازات، ان كان في سفر، ان كان تقلبات او انتقال من مكتب لمكتب او من شغل لشغل. كمان فيها تكون سنة لتحسين ولتوظيف الوقت واستثمار الوقت في تحسين وتعزيز الوضع الصحي. حزيران، يونيو، أكتوبر وشباط فبراير من أهم الأشهر. بدي أتمنى لكم نهار سعيد، إلى اللقاء، باي باي.